مشاهدينا رح منشوف نتائج مسابقة The Execution يلي قامت فيها شركة سيكونس. منشوف سوا هالريبورت. مش أول مرة منحكي بحلوي بيروت عن مشروع The Execution اللي أطلقته مؤسسة سيكونس. هلأ بلش الجد، هلأ بلشت The Execution. فبعد ورشة عمل استمرت 48 ساعة مكثفة، كان على 10 فرق تعرض مشاريع أمام لجنة حكم متخصصة حتى تختار منها خمسة تتأهل للمرحلة النهائية. كمية كبيرة من الشغل حطت بهالمناسبة هيدي، 10 فرق ونشغل عليهم 48 ساعة بدون نوم، والناس عم بيديرون وعاملين لهم الباك جراوند، ونحن بدنا نعمل عليهم حكم كل واحد منهم 5 دقائق. في أفكار على حجم الكرة الأرضية كلها، يعني هالمناسبة تخليهم يلاقوا الدعم المالي اللازم تتصير هالفكرة اللي رح تربح إذا بدك بالعالم. اليوم قدموا لنا 10 فرق، ومن 10 فرق يعني كلهم أفكار جيدة، وبالقليلة 7 فرق يعني ممكن يتسوقوا عالميا ويصيروا مثلا the next Twitter يا the next Facebook. وكل فريق كان عنده 5 دقايق مش أكتر حتى يختصر المشروع اللي جهزه، والأفكار تراوحت من تصميم المجوهرات، كيفية تأمين عمال صيانة، وتحقيق الأحلام وغيرها. أول واحد تاكتوس، تاني واحد كول عزوقك، تالت واحد 3D جولوري، رابع واحد دريم ماتشر، وخامس واحد سمارت كود. بعد اختيار 5 فرق بدأ التحضير للسهرة النهائية اللي أعلن عنها الفريق الرابح. كان في الفاينل كاونتداون تبع الاكزيكيوشن، وربحوا تيم اسمه جلوبال تيم، جايين من جامعة كتير صغيرة بلبنان ما حدا سامع فيها اسمها جلوبال يونيفرسيتي. صراحة ما في تعبير بكل القاموس يمكن بيقدر يعبر عن فرحتي هلا. كتير مبسوط بشكل ما طبيعي، ما كنت يعني كتير يعني no expectations، بس كنا محمسين وعملناها، قدرنا نوصل بالعمل يعني الشهيد اللي عملناه 48 ساعة مش نايمين، فأكيد بدها تطلع هيك نتيجة حلوة. حلوة حلوة بيروت، وحلوة بيروت. 1 2 3 حلوة بيروت. طبعا حلوة بيروت. أهلا وسهلا بسامر كرم مؤسس سيكونس، وأهلا وسهلا بالجلوبال تيم. جلوبال تيم سيريل صادر ومحمد طبش، أهلا وسهلا فيكم بحلوة بيروت، ألف مبروك. الله يبارك فيك. خبرنا سامر، كم شخص أول شيء؟ مثل ما شفنا كان في 11 فريق من 70 شخص، قسمتوهم أنتم ل 11 فريق رجعتوا. نعم. على أي أساس هيك صار في تصفيات؟ يعني نحن كان كل فريق لازم يكون فيه ديزاينر ديفلوبر وبزنس بيرسون، يعني ما بيكون فريق. فاجتمعوا الناس، في منهم اجوا فرق خالصين، في منهم اجوا ما قدروا يلاقوا حدا، فصار في تنافس على الباقيين من الديفلوبرز والديزاينرز، يعني صار في منافسة بيناتهم مين بده ياخذ هذا الشخص ومين ما بده ياخذ هذا الشخص. اوكي. وتحولت هيدي الميكسر ل 11 فريق. هال 11 فريق عملوا تمرين معنا على 4 أيام، كل ليلة من الساعة 7 شي ل 12. أوكي. 5 ساعات كل ليلة. بعد هالـ4 أيام بقى منهم بس 10 تيمز، خسرنا واحد، وبعدين قعدوا معنا ويك أند وتعذبوا كتير بهالويك أند، 48 ساعة ما ناموا. عملوا الزراصن الشباب. كان عم بيخبرني سيريل تحت الهواء، قال لي 48 ساعة ورجعوا نطرونا 7 أيام لأعلنوا النتيجة. عن جد كانوا كتير معصبين وكتير موترين. خبرونا أنتوا يعني كنتوا بقلب الحدث وأنتوا كنتوا مشاركين، ومثل ما شفنا أنه كانت المنافسة جدا صعبة، يعني صح. في أفكار وفي أشخاص عم يشتغلوا سيريس. خبرونا كيف كانت تجربتكم. أول شيء محمد أنت طلعت بالفكرة، شو كانت فكرتكم أول شيء؟ فكرتنا هي بلشت من شيء بيحتاجه كل العالم. اللي هو انا وانت وكلنا بنحتاجه، اكل. نعم. وفي شيء كمان بيحتاجه كل العالم اللي هو المصاري، ففي كتير ناس بيضطروا ياكلوا برا، خصوصا يمكن في ناس صحفي بيضلن على الارض، كتير ناس بيصيروا بده يطلبوا من برا اكل، ف
ففي عندهم بادجت معين ليطلبوا هالاكل هيدا. فالفكره كانت انا اجمالا كنت انا قاعد بالحمرة وما عارف ايش بدي اطلب. عرفتي كيف؟ ومعي ما كمان كان معك مصاري كفايه؟ هدي المحرج شوي هلا. لا عن جد لانه الفكره بتيجي من قصص عادي كلنا قطعنا فيها، كلنا كنا تلاميذ دونتوري عمرك بعد 20 سنه ما قطعتها. المشكله الاكبر انه اتصل برفيقي ليس يساعدني كمان كان معه نفس الفكره. أوكي. نفس المشكله. فلقيت انه ليه ما بعمل انا هالبرنامج يلي بحط انا بس انه معي 10,000 او 20,000 اوكي وبكبس سيرش انا انه انا بالحمرة بكبس سيرش بحط لي كل المطاعم اللي هي موجوده قريبه مني حتى لو كانت بعيده مني ما لنا مشكله وبحط لي نوع الاكل اللي انا بدي اكله وبحط لي المطعم وقد ايه سعر الوجبه. حلو، مش انه تنصدم هونيك وترجع بعدين تروح وما تكون معك مصاري كفايه. صح، مهما كانت معك بنت هونيك اللي مصدمت كانت. سيريل شو عملت بالبروجي انت؟ انا اشتغلت على الديزاين على تصميم الشكل وعلى الاستعمال، يعني الشخص اللي بده يفوت يقدر يستعمله ويفهم الموضوع بسهوله، يعرف وين لازم يكبس شو لازم يعمل ويكون كتير سهل، يعني يكون يعني سهله مش انه معقده واحد يحط 10,000 وتطلع له بعدين 100,000 الفاتوره. كمان ما نقول انه الشخص الثالث اللي كان معكم عفوا عمر عضاد. صح، شو عمل بالشغل عمر عضاد؟ فيك تقولي الانسان يلي عمل فعلا شيء كتير، عنده جهد كتير كان. يعني 48 ساعة كان كتير، هو إنسان كتير فايق ويفيق على الشوكولات. إنسان كتير فايق، وهو اللي عمل الأكشوال بيلدينج، يعني الشيء اللي أنتوا ما بتشوفوه عادة. يعني أنتوا بتشوفوا الديزاين وبتشوفوا كيف نحن بنعمل ماركتينج للبرودكت هيدا. أوكي. بس هو البيلدينج البناء كيف بده يجمع الديزاين يعني والأفكار يلي حضرتك عم تطرحها كده. أنا بكتب له على ورقة إنه أنا بدي هيك بدي هيك بدي هيك، بس اللي بيبني هذا الشيء هو عمر عبد الله. اوف، يعني كيف بده ينفذهم على الارض وكيف نحن كيوزرز بيكون سهل لنا. سامر، بس شفت فكره الشباب حسيت انه رح يطلعوا من الرابحين؟ بكل صراحه ما حسيت رح يطلعوا من الرابحين، لانه كان في 10 افكار كلهم كثير 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 مهمين. وصلنا لفكره الربح هي انه كان عندهم شيء اسمه مينيمم فايبل برودكت، يعني كان عندهم فكره توصل للسوق بثلاث اشهر. اوكي. اكثريه الناس اجوا انه اللي هي بتبيع اكثر. ايه يلي بتعمل مصاري اكثر. بيجوا الناس بيقولوا لك انا بدي اغير الدنيا، طب كيف بدنا نغير الدنيا بثلاث اشهر؟ خلينا نلاقي شيء صغير نقدر نشتغل عليه ناسسه ونفوته على السوق بثلاث اشهر. اوكي. وهن فهموا هالكونسبت وحولوه لبرودكت ب 48 ساعه. شو ربحتوا؟ بقول لك شغله يمكن ما تصدق، بس ربحنا شيء عن جد ما كنت متخيل اربحه. يعني ربحت شيء، انا في كثير شباب بيعرفوا بلبنان بيقولوا انه بدنا نفتح بزنس، بدنا نعمل، بدنا نساوي، بس اهم شيء هو الانفستمنت، هو راس المال تبع الشغل. يعني في كثير ناس بيتجهوا يعني السيكونسيه قدمت لنا سيكونس وسدرس فنتشرز. نعم. قدموا لنا تشيك بقيمه بهدايا اوفر 20,000 دولار، يعني فوق ال 20,000 دولار. تستاهلوا ليكون شباب طموحين. واهم من كاش، اهم من ما انه يكونوا كاش، هدول انفستمنت. يعني لما نبلش نحن البزنس تبعنا ليصير يتطور لبعدين يصير احسن، يعني شيء بروسبر اكثر، يعني بيعطي انتاج اكثر. اهلا وسهلا فيك سامر كرم مؤسس سيكونس، واهلا وسهلا فيكم سيريل ومحمد، والف مبروك من كل قلبي لانكم انتم شباب المستقبل كلبنانيه، وبكره بينتشر اسمكم اكيد بالبلاد العربيه وان شاء الله للعالميه. اهلا وسهل.